يقول: أحد الأشخاص له دروس يشكك في توبة أبي الحسن الأشعري ويقول أبدا لم يرجع عن عقيدته ولم يتوب منها. أعوذ بالله. كتبه موجودة يا يعني. كتب أبي الحسن الأشعري موجودة موجودة، صرح فيها أنه على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، ويقول ما ثبت، يعني كتبه ذي مزيفة ولا مكذوبة عليه. نعم.